نذهب إلى مرسيليا مع زميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. خالد أرحب بك وأجدد الترحيب، وأطلعنا على هذه الانقسامات والانتخابات في مرحلتها الأخيرة، كيف ترى الرؤية السياسية القادمة لرئاسة الوزراء؟ نعم هاجر، بعد التحية، حتى اللحظة لا نستطيع تحديد هوية رئيس وزراء فرنسا القادم وساكن قصر ماتينيو، حيث التقى صباح هذا اليوم من الرئيس الفرنسي بقصر الإليزي مع برنار كازنيف الاشتراكي وهو رئيس وزراء فرانسوا أولاند السابق، واللقاء لم يطل طويلا، كان على مدار ساعة وربع، مما ينبئ على أن الطرفين إما قد اتفق سريعا أو العكس تماما، قد اختلف منذ البداية، ولهذا كانت هناك عدة لقاءات. اللقاء الأول مع فرانسوا أولاند، بعدها مباشرة مع الرئيس السابق أيضا نيكولا ساركوزي، والآن هو يلتقي مع كزافيي بيلتران وهو أحد أعضاء حزب الجمهوري اليميني الفرنسي. المسلسل ما زال مستمرا وسط انقسامات وتوقعات طارة من قبل الإعلام الفرنسي. آخر خطوة هو التقاء الرئيس الفرنسي بتيري بوديه وهو رئيس المنظمة الاجتماعية الاقتصادية البيئية الفرنسية، في محاولة لإرسال رسائل للأحزاب اليسارية منها واليمينية بأنه إذ لم يتم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية سيتم اختيار حكومة تكنوقراط. ما زال المسلسل مستمرا، وما زالت حتى الآن التوقعات لا تستطيع التنبؤ بمن سيكون رئيس الوزراء الفرنسي القادم وسط هذه الحالة الانقسامية التي تبدو أنها لن تنتهي قريبا هاجر. ولكن ما نستطيع التأكيد عليه حسب بيانات بأن الرئيس الفرنسي في المرحلة الأخيرة من الإعلان عن اسم رئيس الوزراء ورئيس ساكن قصر ماتينيو في الساعات القليلة القادمة. أشكرك خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من مارسيليا. شكرا لجميع مراسلينا في هذه الجولة.